جاوب تربح برعاية آكل. مشاهدينا مرحبا بكم في حصتكم جاوب تربح. مرحبا بكم معنا هنا في المحلة التجارية طيبة الموجودة في باش جرح. عودنا ولينا عندكم باش نسألكم أسئلة وكي تجاوبونا الأجوبة الصحيحة تربحوا معنا دو بونداشا فيهم 500,000 مهدات من طرف آجل. تبعوني. الخير. الخير. لا بأس الحمد لله. الحمد لله هاك معنا في حس جاوب تربح. الله يبارك فيك. ربي يطول عمرك. سلمك. وسؤالنا يقول ما هي أكبر مدينة في العالم؟ أكبر مدينة في العالم هي حسب أظن لندن. لا لا هي زيد قول واحدة. زيد واحدة. وقلنا المساحة. باريس. باريس. لا لا ماشي باريس. يعطيك الصحة. ما ما هي أكبر مدينة في العالم من حيث المساحة؟ أكبر مدينة من حيث المساحة مدينة ما كاش اختيارات. في أي قارة ما كاش حتى مساعدة. قول لي كاش مدينة بالك تجي في زهرك. مدينة ماشي ولاية ماشي مدينة. مدينة ولا ولاية هما في بلادهم بالك يعتبروها سير يعتبروها ولاية. أكبر كندا. لا لا يعطيكم الصحة. يسلمك. معرفة خير إن شاء الله يعيش. سلام. مساء الخير. واش راكي؟ صافا ميرسي. الحمد لله والله الحمد لله. غيبة. لا لا يغيبك. أنا راني هنا أنت ما عرفتيش تداني. هاكي معنا كيفاش تجاوب تربح. أها مرحبا بكم. الله يسلمك. وسؤالنا يقول ما هي أكبر مدينة في العالم من حيث المساحة؟ أكبر مدينة في العالم من حيث تصغير قال أميري فازار نو لا نعطيك صحة. الله يسلمك. الله يسلمك. أي شيء. السلام عليكم. وعليكم السلام. صافا لاباس؟ الحمد لله راكم معنا في حسن جاوب تربح. مرحبا بكم. ربي يعيشك. سؤالنا يقول ما هي أكبر مدينة في العالم من حيث المساحة؟ أكبر مدينة من حيث المساحة ماشي باريس ماشي لندن ماشي الجزائر. هونغ كونغ. هونغ كونغ. هونغ كونغ. والمساحة تاعها هي تقريبا نصف مساحة الجزائر. مليون ومئة وزوج فاصل 15 كيلومتر. مبروك عليكم. ربحتوا معنا 500,000 جوزوا معنا لتحت باش تديروا البونداشا تاعك. تفضلوا يعيش. مبروك عليكم. هاكم ربحتوا معنا البونداشا تاع 500,000. هذا ممثل شركة آجل ومدهولكم. ان شاء الله تصرفوهم بالصحة ولهنا. يعطيكم الصحة. يعطيك الصحة خويا. مشاهدينا هذه كانت أول فائزة في حصة اليوم. استناوني باش نشوفوا السؤال الثاني واللي هو حول مرتبة الجزائر عالميا من حيث المساحة. مساء الخير. مساء النور. واش راكي؟ لاباس عايشة. بداك مليحة؟ الحمد لله.
الحمد لله. شروق تي في. شروق تي في. الله يبارك. وراكي معنا في خص تجاوب تربح. ان شاء الله ربي يوفقنا. ان شاء الله يا ربي. سؤالنا يقول: ما هي مرتبة الجزائر عالميا من حيث المساحة؟ تسمى شحال من كلاسية الجزائر في العالم من حيث المساحة؟ ممكن 11. لا لا نزيد رقم. لا لازم واحد برك يعطيك الصحة. يسلمك ربي يعيشك معنا. السلام عليكم. وعليكم السلام. واش راك خويا؟ لاباس الحمد لله. عيشك. الحمد لله. راك معنا في حس تجاوب تربح. الله يبارك. الله يسلمك. سؤالنا يقول: ما هي مرتبة الجزائر عالميا من حيث المساحة؟ من حيث المساحة؟ شحال من كلاسية الجزائر؟ عالميا يزقزي بينا. قول بدا. قول كاش رقم بالك تزهر لك. 25. وعلى 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 شوية ماشي حتى 25. بلادنا كبيرة وش بيك؟ 18. ماشي 18. يعطيك الصحة. ربي يعيشك. صحة. في أي مرتبة؟ على بالك تلفت لي كيفاش نستساه الجزائر شحال من بلاصية من حيث المساحة عالميا؟ معليش نجاوب ولا؟ جاوب بيان سيغ. الجزائر من حيث المساحة عالميا عندنا كندا إلى الروس عالم مرتبتين. معليش ولازم واحدة؟ لازم واحدة. لازم واحدة. الرابعة. ثلاثة ولا ربعة على كل حال؟ لا لك بعيد. هذه بعيد؟ الله يعلمك. يعطيك الصحة. ربي يعيشك. ما يفتح خير إن شاء الله. باي باي. مساء الخير. مساء النور. كيف راكم؟ الحمد لله. صافا. الحمد لله. راكم معنا في حس تجاوب تربح. الله يبارك. الله يسلمك. سؤالنا يقول: في أي مرتبة؟ ولا تلف لي كيفاش نقولوا شحال من كلاسية الجزائر من حيث المساحة عالميا؟ من حيث المساحة؟ ما بين ديزيان. قولي واحدة برك ربي. ديزيان. ديزيان. وشكون الأولى والدوزيام والتوازيام؟ الأولى روسيا. روسيا. ومن بعد شكون تجي؟ كندا. أها صح. لاشين. لاشين أي أي. هاي حافظة هذه الجغرافيا بيهاي. وش مسألة قرأت؟ دوزياماني ليسي. ليسي. هاي الأستاذ تاعك يعطيني في الجغرافيا اليوم يفرح بك. مبروك عليكم. الله يسلمك ويبارك فيك. معنا 500,000. تهبطوا معايا لتحت باش نبداهم لكم. ميرسي. تفضلوا. يعيشك. مبروك عليك الحاجة. الله يسلمك يبارك فيك. الله يعيشك. هذا ممثل شركة أكلة ونجيك البونداش ديالك. تقدري تشري به كامل واش حبيتي هنا في المحلات التجارية. إن شاء الله تسافيهم بالصحة. الله يسلمك. بارك الله فيك. آمين. ربي يعيشك. يعطيك الصحة. يعيشك. مشاهدينا هذه كانت آخر فائزة في حصة اليوم. استنوني في الحصة الجاية إن شاء الله. اون اتوندون على بالكم بلي تقدروا تعاودوا تشوفونا في صفحتنا تاع الفيسبوك جاوب تربح ولا اليوتيوب جاوب تربح. ونقول لكم عن قريب ان شاء الله تولوا تقدروا تجاوبوا معنا عن طريق الاس ام اس وانتم قاعدين في داركم ومريحين وماشي كامل مقلقين. بقوا على خير. عند كل غسيل.